تنزل الكرة بالقدم الكرة دي فن ولعب بين السنة اللي قال دي مدرسة فضربة الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الأستاذ تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتسي ولع يوم جديد النهارده ستارز اوف فانتسي بس هو احلى حاجه في اليوم ان للمره الثانيه ميدو بيحط على حازم ودي شيء الحقيقه بيسعدني جدا لان حازم كان في الاول جاي مغرور نافش ريشه حاسس ان ميدو ابيض ما عندوش فكره ولكن ميدو بيرجع تاني لمستواه وبيثبت لنا ان فعلا حقيقي لعب في الدوري الانجليزي ما كانش بيعمل شوبينج. مساء الفل. الف مبروك. اقول لك حاجه بس حازم كل ما كريسماس يقرب كل ما هيتعب عشان هو في الشتاء القصه مختلفه. ميدو انا سعيد جدا ان انت النهارده حاطط عليه بتكسب عليه للمره الثانيه فرقتك ماشيه بشكل قوي ادائك رائع مهما اقول لك النهارده اعجابي بيك عامل ازاي كل ده ومن غير ما اقبض منك حاجه. خلي بالك بيروح الجيم من ورانا وبيلعب بيعمل استرتشات بيعمل دي وبيظبط كله تمام. انا بعمل فورمه الشتاء يعني بيتهيألي مهما يحاولوا يطفوا لا دي فورمه الصيف مهما يحاولوا يطفوا الشمس بيتهيألي ان هو حاطط عليك حاطه جامده. مين يا عم وابتديت تنكسر 51 49 انت وعامل في حازم انت في مره على فكره حازم عامل 3 وايلد كارد حازم انت في مره بس عشان كابتن ميدو انت في مره جيت لنا بشورت كويس وكان هو مش موجود 5-2 دي واحده بس هو مش موجود قلت لي ده ابني وانا مش عارف ايه وما سالش ان في الدوري الانجليزي وقعدت بتاع الراجل للمره الثانيه ربنا كبير للمره الثانيه والمؤمن دايما مصاب مش معقول هيقعد السبع اسابيع ما يكسبش ما لازم نديله برضه وبعدين عمل 2 وايلد كسبان اهو اهو على الشاشه اهو ربنا كبير اهو وصل 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 ده عاملين كل حاجه 51-49 يعني سكور انتوا الاثنين تخشوا بيه النار اولا المفروض 15-6 المفروض كان خليناها 9-6 عشان كابتن مين ربنا كبير وبعدين 2 وايلد كارد في اقل من شهر ده عمرها ما حصلت برضه الفانتزي دي حاجات مرات انا النهارده انا النهارده المهم ان ميدو النهارده حاطط عليك المره الثالثه مين بس دي ده انا بس ولا السكور ولا السكور ايه بدلت هيت المكان لا انت عارف احسن حاجه ايه والله عظيم ان الناس ممكن استسمحك في حاجه لا ناس كتير بتقابلني في الشارع لا سلام ناس كتير بتقابلني في الشارع بتقول لي السكور بينك وبين حازم وكذا وكذا عيب كده يا كابتن ميدو والله انا مبسوط ان الناس كتير متابعه الحمد لله الحمد لله النهارده حازم يعني الفريق بتاعك النهارده اعتقد ان هو من اسوء الاساليب الاسبوع اللي فات كان اسوء شويه لكن كذا حاجه ضيعتني يعني مثلا لوريس ماتش انا عايز رقص انا عايز بس قبل ما نخش في الحديث عايز اقول اول حاجه التيشيرت اللي انت لابسها دي يعني لو جبتوا الكاميرا عليها يا جماعه الراجل ده يا جماعه راجل ليجند محمد الله يرحمه اسطوره اسطوره ايوه انت كابتن محمد الله يرحمه طب انت لا ما تجاوزش فيها ميدو بعد اذنك ابو ايه ميدو اسطوره يا ميدو بعد اذنك دي بتاعت كابتن محمد الله يرحمه فمش عايزين نعلق انت من الحاجات بتاعتك معلش عشان خاطر اللي عنده حاجات ده انت عليك شويه حاجات ميراث فاهم قصدي ما بيتخلاش انت عليك شويه حاجات انت تحديدا عنده حاجات الريس انا بمسك نفسي عليك اسطوره يا جماعه الراجل اسطوره ما ينفعش يلبس تيشيرت زي دي معلش ابننا لا دي مخربشه معلش ابننا بلعب عايز اقول لكم ان ستارت اوف فانتسي برعايه زد وبرعايه ينفع الشراب بتاع مين ده ينفع الشراب مش باين وعايز اقول لكم كمان ان اللي فايز معانا هيكون معانا في الاستوديو الاسبوع اللي جاي ان شاء الله باذن الله وهنسلمه الجائزه. محمد بركه عامل 248 نقطه حتى الان وجمالوز عامل 246 نقطه مصطفى فهمي 241 احمد جمال 239 حسن خش في شهر سبتمبر بس خش على فرقتك. انا فرقتي زي ما هي كنت انا للاسف عملت حاجه كان ادريان عنده ماتش بره ملعبه مع شيفيلد وهيتن عنده في ملعبه فقلت هحط هيتن مش هحط ادريان حصل العكس دخل فيه 2-2 ماتش استون فيلا والتاني طبعا كان نقطه فدي ضيعت مني ده لو انا كنت جبت كنت عديت الاستاذ ميدو يعني تمام ميدو فرقتك سريعة لسه طيب ماشي خلاص كده انا هيتن ارنولد كيلي روز ووكر ماونت سون ليسون الدفاع هو اللي كسبك الاسبوع انا ده بقى الفن بقى ان انت يبقى عندك الدفاع بيكسبك ده الفن يا عم صباح الخير الراجل ده يا جماعه ده جاب الدش أيوة متاخر ما انا فاهم انما الدفاع هو ده الفن جاب الدش متاخر فين نخش بيه التاريخ عقبال ما نعرف جاب الدش متاخر وجاب الدش امتى وعمل ايه نطلع فاصل سريع ونرجع تاني يوم استثنائي النهارده ميدو بيحط على حازم واحنا سعداء جدا بغض النظر عن التيشيرت لابسها حازم هنتجاوز عنها وهنرجع لكم بعد Stars of
ميسي. رجعنا تاني ونشوف نتائج الجولة السابعة، يعني مفيش مفاجآت قوي ولكن الأداء كله ما كانش على المستوى المطلوب. ليفربول وشيفيلد يونايتد نتيجة متوقعة. ليفربول ضيع أجوان كتير وشيفيلد ضيع أجوان على فكرة. وكان ماتش صعب على ليفربول، لكن ليفربول بيعمل رقم قياسي، 7 فوز من 7 ماتشات يمكن ما عملوش غير مورينيو زمان. لو كسب الماتش الجاي هيبقى الرقم القياسي لليفربول ورقم قياسي للكلوب إن يكسب 8 من 8. باقي كله عادي يعني. يمكن برضو الماتشات اللي كانت مهمه جدا الكلام ده لو مثلا من 10 سنين كان مانشستر يونايتد ارسنال، سيب كان ماتش العالم كله يتفرج عليه الاسبوع اللي فات يوم الاثنين ملعوب، ما حدش اتفرج على ماتش وحش قوي. اتنين تعبانين جدا جدا. طب استون فيلا وبيرنلي ميدو 2-2 نتيجه برضو 4 اهداف كتير ماتش زي ده. يعني تعادل كويس وتريزيجيه لعب ماتش كويس. تريزيجيه بيحط رجليه في الدوري الانجليزي خطوه بخطوه. وانا سعيد جدا لتريزيجيه انه لعيب كان في الفتره الاخيره كنت تحس ان هو بيتعامل مع الايجنت الغلط، بيتواجد في الاماكن اللي ما يستحقش ان هو يتواجد فيها. انا مبسوط جدا ان هو استون فيلا، ومبسوط جدا ان ناصف ساويرس كان عنده الشجاعه ان هو يتعاقد مع لاعب مصري، لان شفنا في اوقات معينه ان كان في ملاك انديه كان بي عندهم تخوف ان هم يتعاقدوا مع لاعب مصر، انما تريزيجيه يستحق. تريزيجيه بروفيشنال، لعيب ورك ريت بتاعه عالي جدا. عملها قبليها محمد السيد برضو. لا عملها علام مع هال سيتي. علام في هال سيتي جاب حمادي وجاب جد وجاب فتحي. الفايد كان عنده بعض التحفظات مع التعاقد مع لعيبه مصريين، انما يعني كل واحد ليه الفلسفه بتاعته في الاداره. ولكن انا سعيد جدا ان ناصف ساويرس كان واحد من اهم اولوياته. بدايه كويسه لتريزيجيه، يعني شايف اللي جاي افضل. طبعا 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 تريزيجيه لعيب مناسب للدوري الانجليزي، لانه الورك ريت بتاعه عالي جدا، بيدافع كويس جدا. فرقه زي استون فيلا بتلعب على الكاونتر اتاك واللعيبه بتعمل لها ترانزيشن او التحول من الدفاع للهجوم كويس جدا، من انسب اللعيبه اللي ممكن تناسب اسلوب لعب استون فيلا. حازم، بيرنموث وويست هام. بيرنموث وويست هام 2-2 ماتش. بص، عندي لعيب منهم ويلسون عندي من اول اسبوع في الدوري من اكتر اللعيبه اللي جايبه نقط، جايبه 46 نقطه لغايه دلوقتي كل الماتشات تقريبا بيجيب اجوان، وللاسف ما كابتنوش ولا مره، ودي برضه من اخطاء يعني. فوز تشيلسي عادي او مهم جدا. فوز تشيلسي لاول مره، تشيلسي بيفوز في ملعبه مع لامبرد، لاول مره بيعمل كلين شيت في الدوري الانجليزي مع لامبرد، ودي مهمه جدا بالنسبه له ان الثقه ترجع له. ميدو تاني. ميدو كريستال بالاس فوزه عادي. طبيعي. طبيعي. بالاس فرقه كويسه جدا، عندها لعيبه يعني متنوعه، ولعيبه اجانب، ولعيبه كويسه جدا. بالاس طبيعي. توتنهام فوز مهم على ساوثهامبتون، وزي ما بقول لك يعني لولا غلطه لارس واوريه من الطرد، ولعبوا ب10 اوريه من نص الشوط الاول تقريبا، وكان الماتش بتاعه لكن صعب شويه بعد خطا لورس وطرد اوريه، لكن رجعوا تاني وبعدين ربنا عوضها لهم بقى في الشامبيونز ليج، شالوا 7 امبارح. وولفهامبتون وادفورد نتيجه طبيعيه. ايفرتون هزيمه طبيعيه. ميدو طبيعي. مانشستر سيتي احسن كتير. السيتي نتيجه كبيره على فكره. مانشستر سيتي ابتدى محرز يخش الاجواء بشكل كبير جدا، لاول مره من السنه اللي فاتت ساعه ما جه تحس ان محرز بقى ليه دور قوي، وبقى بيشوط فاولات وبقى يشتغل. يعني يمكن في الماتش ده كان هو اللي جاب جون المكسب 2-1، وبعدين جابوا الثالث طبعا ستيرلينج، لكن وكمان في تشامبيونز ليج. روجرز يا حازم، روجرز مدرب كبير. روجرز مدرب كبير. انا بتكلم على مانشستر سيتي. لا انا بتكلم على ليستر. روجرز مدرب كبير. دي حقيقه. مانشستر يونايتد وارسنال تعادل طبيعي. ميدو ماتش وحش. يفضل اوميانج واحد من اهم على فكره المهاجمين في الدوري الانجليزي، كل اسبوع بيجيب جون، جايب 17 جون لغايه في الفتره الاخيره من مش عارف من 17 مباراه تقريبا. مهاجم قوي جدا. مانشستر ما عندوش لسه انه يرجع حتى نص اليكس فيرجسون. طيب عايزين كمان نتكلم على انا عايز اقول لك حاجه بس سريعا. عايز ارجع للدوري المصري. انا زعلان جدا ان ماتش المقصه واسوان والمقصه ما اتذاعش، لان لو كان الماتش اتذاع كان كابتن حسام البدري لن يتردد ابدا في استدعاء عمرو مرعي. عمرو مرعي لعيب كويس. ها عمرو مرعي احسن مهاجم في مصر.
ما عندك باي فار باي فار. انا زعلان لان عمرو مرعي الاداء اللي اداه امام اسوان فعلا فعلا بس احنا عندنا فرصه لسه بدري لسه بكره ولسه بدري لا بس انا بكرة. انا شايف ان في كلام على قائمه المنتخب والكلام ده بس انت عندك ماتش قدام الزمالك ما انا عارف عمرو مرعي هيبقى كويس قدام الزمالك او ايا كان مين هيلعب بس انا زعلان جدا ان في كلام عن استدعاء لعيبه للمنتخب واستدعاء لعيبه من بره زي كوكا وزي لعيبه تانية من بره عمرو مرعي اجمد مهاجم في مصر طب انا عايز اقول لك حاجه لازم قول له بس بعد الفصل يا سيف قول له بعد الفصل لو سمحت انا عايز اقول لك بعد الفصل انا كلمت مع البدري هيفتح الباب لكل الناس وعمرو مرعي على راداره نطلع فاصل ونرجع نشوف الاسبوع اللي جاي اللقاءات الجوله الثامنه هيبقى مين سريعا ونرجع لكم تاني رجعنا لكم تاني سريعا وهنشوف جولات الاسبوع الثامن سريعا حازم برايتون وتوتنهام توقعاتك توتنهام طيب بيرلي وايفرتون توقعاتك ايفرتون استون فيلا فين نورتش سيتي نورتش واتفورد وشيفيلد واتفورد ويست هام وكريستال بالاس تعادل ارسنال وبورنموث ارسنال مانشستر سيتي تشيلسي ممكن تعادل او تشيلسي نيوكاسل مانشستر يونايتد ممكن تعادل طيب ميدو شايف الدوري الانجليزي ان 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 ليفربول راكب هل هيفضل مكمل ليفربول احسن فريق في الدوري طيب شايف ان هو ليفربول فريق الحقيقه ماشي بمستوى ثابت من نهايه الدوري بيكسب تشامبيونز ليج فريق جامد كلوب بياخد افضل مدير فني في العالم فريق جامد ومدرب جامد و ما بيعملش صفقات ما بيضمش لا الاصابات قليله صلاح وماني وفيرمينيو ثلاثه جامدين جدا ونص ملعب جامد جدا اثنين باكين ارنولد وروبرتسون الاثنين جامدين جدا في الناحيه الهجوميه سنتر باكين جامدين جدا فان دايك وماتيب وجون جامد جدا انا في رايي ان ليفربول احسن نسخه من ليفربول في ال 20 سنه الاخيره اسالك سؤال نختم بيه بره الدوري الانجليزي لو انت مدير فني لمنتخب مصر تلعب بتشكيل عامل ازاي يعني لازم يبقى فيه تجديد ولازم يبقى فيه ابتكار انا اول حاجه بهني الكابتن حسام البدري على 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 حصوله على وظيفه تدريب منتخب مصر وبقول له ان احنا كلنا بندعمك كلنا بنساندك انت وكل الجهاز تاني حاجه الكابتن حسام انا بثق بشكل كبير جدا في ذكائه في ان هو يعمل توازن كبير جدا في تشكيله منتخب مصر انا سعيد ان في قرار ان محمد صلاح ممكن يبقى كابتن منتخب مصر لان اتباع الاسلوب في بالاقدميه انا في رايي ان هو غير مناسب محمد صلاح في ليفل تاني محمد صلاح لازم يبقى كابتن منتخب مصر وان احنا نفكر ان هو يبقى كابتن المنتخب انا في رايي ان ده تفكير كويس جدا الحاجه الثانيه انا سعيد ان في اسماء يعني اسماء خدمت المنتخب وخدمت مصر بشكل كبير في الجهاز سواء كان طارق مصطفى وايمن طاهر ايمن طاهر راح كاس عالم وبنتكلم على احمد ايوب يعني راجل حسام البدري بيستريح له وبنتكلم على سيد معوض راجل خدم منتخب مصر بشكل كبير جدا فانا سعيد ان اولاد انا قلت طارق مصطفى الاول راجل طارق مصطفى راجل خدم مصر بشكل كبير جدا فانا سعيد ان 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 ان, إن الناس اللي خدمت مصر وتعبت عشان تخدم منتخب مصر النهارده بقى ليها دور صح وحسام البدري بصراحه يعني راجل مدرب محترم عنده بعض العيوب زي ما كلنا عندنا عيوب كل واحد فينا فيه عيب لكن انا بدعمه وبسنده وبقول ان حسام البدري
ان شاء الله باذن الله. مين التشكيل اللي تلعب بيه؟ برضه هربت من السؤال. لو قلنا في حراسه المرمى محمد الشناوي، عندك خلاف؟ امشي معايا واحده واحده. حسب كابتن حسام عايز يلعب ازاي. لا انا بقول انت لو انت صاحب قرار وهتلعب بتشكيل، مين التشكيل؟ الشناوي قام بدوره جيد. محمد الشناوي. الشناوي تمام. الاربعه اللي ورا حجازي لو بيلعب في فريقه بشكل اساسي. مين جنبه؟ محمود علاء. انا بقول محمود علاء. باك ليفت عبد الله جمعه. باك رايت محمد هاني. بكار. يعني انا اتمنى ان احمد فتحي يتم استدعائه مره تانية، لان احمد فتحي خبره كبيره وراجل فت وراجل مش بعيد. طارق حامد مفيش خلاف عليه. النني ولا السولية ولا دونجا؟ السولية ودونجا. انا اتمنى ان طارق حامد ودونجا الاثنين يدوا حريه كبيره جدا لظهريات جنب ان هم يتقدموا. الثلاثه اللي قدام عبد الله السعيد مفيش خلاف عليه. صلاح وتريزيجيه وعمرو مرعي. احسن مهاجم في مصر باي فار هو عمرو مرعي. وانا حزين ان ماتش اسوان ما اتذاعش، ولكن عمرو مرعي هيثبت في ماتش الزمالك وماتش الجونه ان هو يستحق ان هو يستدعي المنتخب. ميدو بشكرك. شكرا يا سيدي، شرفتني ونورتني. شكرا. خلصنا حلقتنا النهارده، واكتر حاجه بسطاني بشكل كبير جدا ان ميدو حط على حازم امام، وده الشيء اللي عامل لي سعاده كبيره جدا. ان شاء الله باذن الله نفضل نجيب حازم امام وميدو يحط عليه، ما تسالونيش ليه، بس ده شيء الحقيقه بيسعدنا. الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون معانا الفائز هنا في الاستوديو وهنكرمه بشكل كبير. نانو سل من ال جي وزد هما رعاه هذا البرنامج، بنشكرهم شكرا جزيلا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير. باي. Yeah.